إن العلوم على الحياة نوافذ منها يطل أفاضل النجباء ليحاوروا الجمهور في أحوالهم وليسألوا العلماء عما شاءوا فكر وتربية وتقنية وما يبني العقول ويعشق الأدباء مثل النجوم تطل في جو السماء فيشع منها في الدروب ضياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر نوافذ، والذي يتهادى إليكم عبر قناتكم قناة زاد العلمية. الحدث الأكبر الذي مر بهذا العالم في هذه الأيام الزلزال الكبير، والله المستعان، أكثر من 20,000 متوفى، نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء، وعشرات وربما مئات الألوف من الجرحى، ومثلهم وأكثر من المفقودين، نسأل الله عز وجل أن يجبر مصاب المنكوبين. الزلازل آيات وعظات هو عنوان لقائنا لهذا المساء مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن جميل قصاص، أستاذ السنة وعلومها في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، فأهلا وسهلا بكم. مرحبا صاحب الفضيلة. مرحبا. شيخنا الكريم، كما سمعتم الحديث حول هذا الزلزال العظيم، هذه الآية الكونية العظيمة، ما الحديث حول هذا الناموس الكوني العظيم صاحب الفضيلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الأمين وعلى أزواجه وذريته أجمعين، أما بعد، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا حدث جلل أصاب الأمة سواء في البلدان التي ظهر فيها أثر هذا الزلزال أو لم يظهر، يعني بعضها شعروا بهذه الرجة أو الهزة، وهذا شيء من سنن الله يكون، أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأرض تتنفس فتخرج هذا التحرك الكبير بهذه الهزات التي يراها الناس، وهي من آيات الله للتخويف، تخويف عباد الله. وكم رأينا ولله الحمد، بحسب عمري رأيت أثرها على من أصابت من البلدان، سواء هنا أو في البلدان الأخرى المسلمة وغير المسلمة، كم من أناس قد رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وصححوا أوضاعهم، وكم منهم من توقف عن مخالفات شرعية، غير من مضى منهم في سبيل الله أو إلى ما قدم وأفضى إليه، فهي سنة يشاءه الله سبحانه وتعالى قائمة ترى في ذلك. ولذا ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في علامات آخر الزمان، فقال عليه الصلاة والسلام: وتكثر الزلازل. وتكثر الزلازل، يعني أن هذه السنة تكون أكثر فأكثر، يتسامع بها الناس، تكثر في الأماكن أو البلدان وتكثر في الأزمان، فهي سنة من الله تبارك وتعالى، يبتلي الله بها خلقه، يختبرهم، وتأتي على الكافر وعلى المؤمن، على الملحد وعلى المسلم، الجميع سواء، لأنها مما يكون له صفة العمومية في هذه السنن والأحوال. جميل. شيخنا الكريم، هل وقعت زلازل في التاريخ المكتوب سواء في الأمة الإسلامية مثلا أو في غيرها من الأمم؟ هل دون التاريخ وحفظ لنا التاريخ كثيرا شيء كثيرا من الزلازل؟ كثيرا. طبعا الزلازل أحيانا يشعر بها، وهذا الذي يدون ويذكر، وتتبعت مرة تفسير ابن كثير رحمه الله في هذا الأحداث،
فوجدت أنها مرت في قرون، منها في عهد عمر رضي الله عنه وهو أشهر الحدث، ولكن لم أشعر بـ بـ يعني لم أجد شيئا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم مثلا سمعوا وجبة، فقلت تكون الوجبة هذه هزة في مكان أو شيء سقط. أما في عهد عمر رضي الله عنه فكانت حديثا له، خشية على الأمة الله أكبر وعلى أحوالها، وأن الله قد ابتلى الأمة بمثل ذلك، وكان هذا جزء منه في العهد العباسي والأموي قبل، وجزء كبير متكرر في عهد الدولة العثمانية، وفي العصور التي سبقتنا وجد كثيرا. أذكر كانت من الأحداث الزلزال لمصر، كنا في فترة الشباب، فكانت مصر يعني تضررت تضررا كبيرا. نعم، كان عام 92 تقريبا بالميلادي، تقريبا يعني في هذا الحدود. فالله سبحانه وتعالى يشيرون، ومرت هنا أحداث زلازل لكنها أخف، وما يكون من الزلازل في البحار أو في الصحاري كثير لا يشعر به الناس، إنما يشعرون بالانشقاق فيما بعد الجيولوجيون الذين يتابعون هذه الأحداث. جميل. في مثل هذه الأحداث العظيمة لا ينفك الموحد والمسلم من عبوديات وأذكار تلزمه في مثل هذه الأحداث، هل تذكرون صاحب الفضيلة شيء من هذا؟ ولا شك أنها من آيات الله، وقد اختلف الفقهاء قديما في أنه هل يهرع للصلاة وقتها مثل صلاة الكسوف والخسوف. من علماء من منع هذا وجعلها على الخسوف والكسوف، ومنهم من قاسها على أنها من آيات الله، ومنهم من أيضا تحدث عن القنوت، يقنط لهؤلاء الضعفاء والمساكين الذين كان بعضهم في الغنى يصبح تحت الأرض، أو الفقير، أو يكون ذا حاجة، الجميع سواء يكون تحت الهدم. وأيضا هي عبادة من حيث من أصابه الهدم في الزلزال، لأن الزلزال أكثره يهدم البنيان. شيخنا إن أذنتم في موضوع الهرع للصلاة، يعني ذكرتم صاحب الفضيلة يعني أكثر من رأي لأهل العلم، وذكروا أن شيخ الإسلام قد اختار أنها يعني تصلى كما يصلى الخسوف والكسوف. نعم. هل هذا خاص بالمصابين مثلا وأصحاب المصاب في بلادهم، أم أن هذا مثلا لعموم المسلمين؟ أول من يكون عليهم الحدث هم الذين يصلون ويهرعون، ومن حولهم يعني، ومن حولهم من المسلمين، لأن هذا زلزال أو هذه آية من آيات الله وقعت للأمة، فكل من بلغه هذا الحدث يفعل هذا. ولا بأس بالقنوت أيضا في مثل ذلك في الدعاء لهؤلاء المصابين، ويدخل في ذلك أيضا الذكر والدعاء. ولذلك رأينا مثلا في هذه الأحداث الأخيرة في الزلزال من كان يصلي وهو محبوس في مكانه، ويسأل كيف يتوضأ وكيف يصلي، وهذا حال المسلمين وحال المقصرين والعاصين أنهم يتوبون إلى الله. الله يجعل مثل هذه الأحداث لتجعل المؤمن يهرع أو يهرع للصلاة وخشية الله والذكر والقرآن ونحو ذلك. وكأني بمن رأى أمامه الزلزال أو الزلزلة وقعت يحمد الله ويذكر الله ويسجد لله شكرا أن نجاه الله أخرجه الله من هذا المكان. بعضهم كان يسكن خرج للعمل أو كان مناوبا والمفروض يرجع، سبحان الله القدر أخذ بعض أهله أو أهله كلهم، ثم شاء الله أن ينجو هو. وهكذا المؤمنون لابد أن يكونوا صفا واحدا مع هذه الأحداث. سبحان الله، يعني كيف أن هذه الصلاة هي المفزع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر يعني ذهب إلى الصلاة، والمسلم الذي يصاب مثلا في شيء من هذه الأقدار العظيمة المؤلمة يهرع إلى الصلاة. منظر ذلك
بالصبر والصلاة. الله أكبر. الله يقول في آيتين في سورة البقرة: استعينوا بالصبر والصلاة. بالصبر ومن الصبر الصلاة. الصلاة. منظر ذلك الشيخ المسن إذا ربما شاهده بعض المشاهدين، ذلك الشيخ الذي قد احتجز تقريبا نصف جسده نعم. تحت الركام وهو ينادي يريد الماء للوضوء نعم. فسبحان الله، مع أنه لا يلزمه الماء، يلزمه التيمم يعني، ويصلي على حاله، وإذا ما استطاع التيمم يصلي كما هو، لكن بشروا بأنهم سيخرجونه فيما نعم. أعلم نعم. وحال غيره ممن لم يصوره الإعلام الله أكثر ممن صلى تحت هذه الأنقاض على وضعه، أو ختم الله له بالشهادة في سبيله، أو بذكر لا إله إلا الله ونحو ذلك نعم. شيء كثير يعني سبحان الله. الله أكبر. شيخنا الكريم، هناك من اصطفاهم الله عز وجل لأن يكونوا من المسعفين لأولئك المحتجزين تحت الأنقاض، هل من رسائل توجهونها صاحب الفضيلة لهم هذه الفرق المتطوعة؟ أولا يعني جزاك الله خير، ذكرت شيئا عظيما، لقد سألت عن عظيم وإنه لعظيم إن شاء الله. يعني أول من له الأجر في مثل هذه المصائب والأحداث المسعفون، الله كم لهم من الأجر، عليهم فرض عين، قاموا بفرض كفاية عنا نحن الأمة جميعا، فهو عليهم فرض عين لأنهم قد باشروا أو كانوا مختصين ويعانون، وبعضهم يعني تفرغ لهذا أو هاجر أو سافر، فهذا له شيء كبير من الله سبحانه وتعالى أن تفرغ لذلك وهو يرى آيات الله, الله العظيمة. فرسالتي لهم بأن واصلوا واجتهدوا واصبروا واعلموا أن لكم في كل إحياء نفس الله أكبر أجرا، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الله أكبر. يعني ونرى في عبر التصوير في هذه الأحداث كيف أنه كل ما أخرجوا أحدا أو واحدة يعني فرحوا وتباشروا خيرا، وكثير منهم لم يظهر في الإعلام، إنما هو يعمل ويشتغل ويجتهد. وأسأل الله أن يهدي كثير من المتخصصين في الإسعافات هذه، كثير منهم غير مسلمين يا الله يا لكن الله. إن شاء الله يدعوهم هذا للهداية بإذن الله. اللهم أمين. ما ذكرتم صاحب الفضيلة من أن هناك أناس كثير من المسعفين ربما لم يخرجوا في وسائل الإعلام ولم تلاحقهم عدسات التصوير، لكن الله عز وجل يراهم. نعم. أذكر من المواقف الجميلة أن إحدى الطائرات التركية متجهة من إسطنبول ومن أنقرة باتجاه الحدث هناك، فجرت العادة أن يقول الطائر كابتن الطائرة فلان من فلان ومساعده فلان متجهين لكذا، فقال عبارة جميلة كما يذكرون، قال: لا يهم أن تعرفوا من هو اسم كابتن الطائرة ولا من هو ولا اسم مساعده، ولا يهمنا أن نسمع أسماءكم أنتم المسعفون في الطائرة، المهم أن نكون جنودا أخفياء مجهولين لنصرة أولئك المنكوبين. الله المستعان. شيخنا يعني المنكوبين والمتوفين نسأل الله أن يتقبلهم، لكن ذووهم الذين يعني يصطلون بنار العبرة ونار الشوق والحزن، ما رسالتكم صاحب الفضيلة لهم؟ هذه فئة يعني لها العبرة أن الله سبحانه وتعالى نجاهم وأخذ غيرهم، وأن يعتبر الواحد بقول الله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. فسبحان الله، الله جعل لهم التوبة والتذكير والتذكر والهداية، كيف أن الله أخذ عمر هذا أو أصاب هذا ونجاك. ثانيا القوة في, 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 في خدمة من أصيب من أهليهم والمواصلة في هذا، هذا شأن عظيم في قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاون، أن يتعاونوا على البر، أن يتواصوا بالصبر والحق والمرحمة
والصبر بالمرحمة أن يرحموا هذا المفقود أو هذا الفاقد أو هذا الصغير أو هذا الكبير. الثالث أن يجتهدوا في البدائل لهؤلاء المنكوبين بعد أن يخرجوا، بعد أن ينتهي هذا من الإيواء والإطعام والسقاية والرفادة والحالة النفسية. فهذا يحتاجه كل منكوب، فيجد أن من حوله من أهل أو جيران أو أصحاب أو مناصرين كانوا على قدر الحدث. الله المستعان. كم يفرح المسلمون الآن مثلا في تلك البلدان التي أصابها الزلزال أن يسمعوا مثلا خطيبا أو محاضرا أو حلقة أو كلمة تتحدث عن أحوالهم، لا للتسويق الإعلامي، إنما هي لوجه الله سبحانه وتعالى للوقوف مع هذه الفئة التي أراد الله سبحانه وتعالى تبتلى. جميل. وقد نكون يوم من الأيام لا قدر الله مكانهم. نعم. الله المستعان. عافانا الله وإياكم. اللهم وإياكم. آمين. اللهم آمين. شيخنا، ما رسالتكم لعامة المسلمين يعني في طول العالم الإسلامي وعرضه؟ رسالتي لنفسي أولا قبل أن أرسلها إلى آخرين. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث اختلف العلماء في حسنه وضعفه: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وكان بعض أشياخه رحمه الله يحسنه: فاهتم بأمر المسلمين، اهتموا بأمر المسلمين، تابعوا هذا الحدث ولا تتابعوه من باب الترف والثقافة ومتابعة الأخبار وتحليل، بل تتابعون هذا باشتياق لتعرفوا مصير إخوانكم من المسلمين والمسلمات الذين هم بحاجة. ثانيا دعمهم بالدعاء، بالدعاء بأن الله يرفع عنهم هذا البلاء. ثالثا بما يجتهد الإنسان من مال، والمال هنا لا يعني فقط هذه النقود، بل النقود وأيضا بعض ما يحتاجونه من أثاث وإيواء. ويمكن الإيواء الآن هو أولى الأوليات سبحان الله، أولى من الطعام والشراب والتدفئة. الإيواء أن يعني يضم المسلمون أنفسهم، ينظرون ما هي البدائل لهؤلاء الذين فقدوا سكناتهم ونحو ذلك. الله المستعان. صاحب الفضيلة، لا ينفك المسلم عن عبودية وعن عبادة، ما العبوديات التي يستخلصها الله عز وجل من المسلمين في فترة المصائب؟ من أولها الإيمان والتسليم بقدر الله سبحانه وتعالى، التسليم بقدر الله أن هذا من عند الله، وأن الله اصطفى أقواما وبلدانا فأصابها الله سبحانه وتعالى بما شاء، كما قال الله تعالى في بعض آياته الكونية: يصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء. ينزل الله هذا الأمر بقدر، فهنا نحن نؤمن بالقدر، فلا نسأل لماذا أصاب الله هؤلاء ما أصاب هؤلاء. ثانيا البعد عن الشماتة، هذا من العبادة العظيمة، أن الإنسان لا يشمت بأولئك فيقول هذا بسبب ذنوبهم بسبب كذا، ما تدري عن أحوال من أصيب منهم، ربما يكون بعضهم عبادا أو كان في وقت صلاة أو كان في وقت ذكر أو كان على معصية، الله أعلم، فلا تشمت. بل هنا والبلاء صاحب الفضيلة كما لا يخفى على شريف علمكم يصيب الفاجر ويصيب المؤمن، وأشد الناس بلاء الأنبياء. لا، الله لا يجامل ولا يحابي أحدا في سننه، فيصيب الله إذا أصاب الله بها المدينة وأصاب الله بها العيس، تذكرون وما حولها. نعم. وهي من أجزاء يعني في الحجاز، الله لا يجامل ولا يحابي أحدا يقع له هذا، فتصيب بالبلدان المسلمين وغيرهم، هذه مشيئة الله. من العبادة التي يعني المهمة كما ذكرنا أن يهرع الإنسان للصلاة،
حتى لو لم تكن هناك صلاة كسوف ولا كسوف، أن يهرع هو بنفسه بذاته وأهل بيته ومن يعرف إلى الصلاة. الله. إلى الصلاة لتكون له سكينة وطمأنينة. سكينة وطمأنينة. وأوصي من يعرف يعني هؤلاء الذين أصيبوا بأن يكثروا من الصلاة، من الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة، اعملوا بهاتين الآيتين من سورة البقرة، ونحن نعمل كذلك بها، ولا نزال نهتم بأمرهم ونرى أن هذا من أولى ما يكون. وهنالك نوافل، يعني مثلا يقدم الإنسان يمكن أن يعني يتنازل عن بعض ماله كان يدخره لإجازة أو لشراء بيت أو سيارة أو نحو ذلك، هنا وقت الإيثار أن يقدمه لوجه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس. وأعرف من عباد الله وما إلا من فعلوا ذلك جزاهم الله خيرا في مثل هذا، فقدموا أموالهم التي كانوا يكنزونها لشيء من أمور الدنيا فقدموا غيرهم. وهذا الإيثار من أعظم العبادات، والله تعالى أعلم، يجعلها الله في مثل هذه الحالات. جميل. صاحب الفضيلة، يعني كما يذكر المختصون بأن الزلازل إذا وقعت تبقى هناك يعني هزات يعني موازية لهذه الهزات، تكون ارتدادية كما يقال. ما وصيتكم في الجانب الشرعي لإخواننا الذين هم يعني ربما يكونون في منطقة الزلازل؟ يعني الزلزال لم ينتهي تماما كما يذكر، ربما تكون هناك هزات ارتدادية. يأخذوا بالأسباب، يؤمنوا بقدر الله ويأخذوا بالأسباب. من الأخذ بالأسباب أن يخرجوا من المناطق التي قد يصلوا إليها هذا الخطر إذا استطاعوا أن يخرجوا منها. وهذا عملا بقدر الله، أن نفر من قدر الله بقدر الله إلى قدر الله. ثانيا أن يعني يكون الواحد منهم يعرف ماذا يكون، ويحرص أنه لو أصاب القدر هذا البنيان أو هذا المكان أن يكون على خير ورجع إلى الله وتاب إلى الله وأحسن. كمن يعرف أن في عمره بقية من مرض أو ضعف، قيل له إنك يعني قاربت سنية الموت بأمر الله تبارك وتعالى، فماذا يفعل؟ يتوب ويستغفر ويتصدق ونحو ذلك. سبحان الله، يعني صاحب الفضيلة يقول الإمام ابن كثير في منة الله عز وجل في قرار الأرض وأنها من أعظم النعم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله أمن جعل الأرض قرارا، أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك أي مرتجفة لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك، كما قال في الآية الأخرى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. فهل شعرنا بهذه النعمة العظيمة الكبيرة من رب العالمين؟ سبحان الله، نعم صاحب الفضيلة لا نشعر بها إلا عندما تفوت أو يفوت بعضها. لا شك أن أكثر الناس يعني لا يدعون بدعاء النبي العظيم الذي قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا دعاء سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، وكذلك دعاء من يعني بلغ 40 سنة وبلغ شده يقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإلى المسلمين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لئن شكرتم لأزيدنكم. نعم الله علينا، يعني ما يعرف الإنسان نعمة استقرار الأرض وأنها ذلول وأنه يعني يسافر فوقها وعليها ويبني ويحفرها بهذا القرار إلا بعد يعني يرى شيئا. وأغلب الناس يلتمسون نعم الله ويعرفونها وقت الفقر.
ولذا كان بعض السلف رحمه الله يقول إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فاغمض عينيك. يا الله، اغمض عينيك يعني تعرف أن نعمة أن البصر، نعمة البصر ونحو ذلك. الآن هذه النعمة أمامنا، سواء لمن أصيبوا أو من حولهم أو البعيدين الذين يرون، ونحن أشبه بمدينة أو قرية واحدة، نرى هذه المصائب نعرف نعمة الله. يا الله، نعمة هذه الأرض المستقر، مستقر سبحان الله ورحمة من الله، فيها قبورنا وفيها حياتنا، فالحمد لله على نعمة هذه الأرض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكر هذه النعمة. اللهم أمين. هل تأذنون شيخنا أن نختم بدعاء لإخواننا المصابين فنؤمن ونؤمن السادة المشاهدين؟ لا بأس، يعني وإن كنت يعني ندعو لهم بظهر الغيب إن شاء الله، بنية أنه بظهر الغيب، وأسأل الله أن يكتب لهم الأجر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا عظيم يا عظيم يا عظيم، اللهم أنت الرحيم وأنت الرحمن وأنت على كل شيء قدير. اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم عبادك، اللهم ارحم عبادك، اللهم أبدلهم وعوضهم، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم آوي من يحتاج إلى سكن، اللهم يا الله أغنينا وأغنيهم بفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما أصابهم هداية ورحمة ورفعة. اللهم اجعل ما أصابهم وأصاب هذه الأمة هداية ورجعة إليك يا رب العالمين. اللهم أوزعنا وإياهم شكر نعمتك. اللهم تب علينا وعليهم يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا الهدى وليسر لهم يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته أجمعين. اللهم آمين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن جميل قصاص. هذا الكلام نسأل الله عز وجل أن يرحم ضعفهم وأن يغفر لشهدائهم وأن يتقبلهم يا رب العالمين. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. كان الحديث حول الزلزال آيات وعظات ضيف النافذة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن جميل قصاص. إلى أن نلقاكم، فاصل قصير يفصلنا عن نافذتنا الثانية، كنوا بالقرب. إن العلوم على الحياة نوافذ، منها يطل أفاضل النجباء، ليحاوروا الجمهور في أحوالهم، وليسألوا العلماء عما شاءوا، فكر وتربية وتقنية، وما يبني العقول ويعشق الأدباء، مثل النجوم تطل في جو السماء، فيشع منها في الدروب ضياء.